استاذ ريهام معلوماتي افشه. ماله؟ شفنا أفشة بيشارك مع موسيماني طبعا الفترة اللي فاتت في بعض الأوقات في مركز الجناح، وده طبعا مش المركز الأساسي لأفشة، وكمان أداؤه في المركز ده يعني شاف فيه انتقادات كتير من الجمهور ومداش فيه بنفس الكيفية اللي بيديها في المكان الأصلي بتاعه، وده كان محور الحديث بتاعه في الجلسة اللي جمعته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، اللي هو أنا عايز أرجع ألعب في المكان بتاعي تاني، انا مش حابب ان انا العب في مركز الجناح علشان انا ما بديش فيه بالشكل اللي انا عايز اتكلم اظهر مع بيه. الراجل. اتكلموا فعلا مع بعض، والكلام ده كان تقريبا امبارح او اول امبارح، واتكلموا سوا يعني، وهو حابب ان هو يرجع للمركز بتاعه تاني، مش عايز يلعب في مركز الجناح خالص على الفتره اللي اعتبار جايه. انه مركز لعب صناعه اللعب رقم 10 هو اللي بيجيد بالظبط فيه اكتر. بالظبط، بس برضو في الاخر هو قال المدير الفني انا تحت امرك في اي حاجه انت هتوظفني فيها يعني. أفشى حصل كلام ما بيني وما بينه يمكن من فترة طويلة شوية، وكان الحقيقة الكلام كان على منتخب مصر، وده أعتقد في أول مرة خالص كان موجود مع المنتخب. قال لي بص، وأنا الموضوع بالنسبة لي أنا بقول حاجة يعني لك، لو في الأهلي لو في المنتخب هيقولوا لي ارجع اقف جون هقف جون، أنا اللي هيقول لي هو حاجة ده اللي قاله هعمله، في الآخر اللي فعلا، هيقول لي حاجة هعمل. معظم بس اللعيبة بفهم كده. ان اللعيب يوصل رسالة للمدير الفني، دي بتبقى برضو نقطة مهمة، ان هو انا معاك في اي حاجة بس ده المكان اللي انا بفضله. بالظبط ابو الشوق اتفضل، تمام. يمكن برضو عندك ايه معلومات ايه؟ نخش دلوقتي على ملف تاني بعيد شوية عن موضوع أساسي أو موضوع اللي هو الصفقات أو التفكير في السنة الجاية. بنتكلم في الوضع الآني لنادي الزمالك الخاص بالقضايا. في قضية الناس زي ما بيقولوا نسيتها شوية، قضية باتشيكو. تمام، باتشيكو كان، مش خلصت ده ولا لا ما خلصتش، هو الزمالك كان كسب الحكم الأولاني. مش كان تمام كسبته اللجنة اللي تمام فاتت؟ ب 450 ايوه ألف. تمام، هو عمل استئناف فعلا. تحدد له يوم 28/3، ده الخبر اللي معانا، تحدد له جلسة استماع في المحكمة الرياضية عشان هو مش عاجبه الحكم، هو مصمم إن ياخد 1,700,000 عقده السنوي. تمام، فالزمالك طبعا رفض الكلام ده. ليه؟ لأن هو الموضوع كان الشرط كان محطوط في إيه؟ إنه في حالة فسخ العقد ياخد شرطين، ياخد الشهرين، وهو كان ليه شهر قبل كده، فيبقى 3 شهور اللي هم 450,000 اللي اتحكم بيهم. صحيح. تمام، كانت ألف الساعات اللي فاتت كلام ان الزمالك ما دفعش رسوم الاستئناف ان هو يكمل في القضيه، فكده الزمالك خسر القضيه وباتشيكو كسب القضيه. طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحه. مش حقيقي. اكبر دليل على كده انه المحكمه الرياضيه حددت ميعاد للجلسه. ما لو كان الزمالك مش موجود في الجلسه، طب كان هيعمل جلسه استماع ليه؟ وجلسه الاستماع دي بسمع الطرف ده وبسمع الطرف ده. الزمالك زي ما بيقولوا هو مكمل في الموضوع، شايف ان هو ملوش علاقه. طبعا اللجنه هو مجلس الاداره دلوقتي مش هو اللي مشى باتشيكو، ولكن لازم يكمل في الملف عشان الزمالك زي ما بيقولوا ايه عايز يقفل كل القضايا بتاعته عشان نعرف نفتح القيد في الصيف ويقدر الزمالك يجيب الصفقات بتاعته. اذا الوضع الحالي انه في جلسه استماع، الزمالك مكمل او الزمالك متمسك انه ما يدفعش اكتر من 450,000 يورو، يعني لو ربنا كرم وقال لي كمان يبقى جت من عند ربنا، لكن حكايه ان الزمالك يدفع 1,700,000 يورو وطلب باتشيكو الكلام ده مش هيحصل مش تاني.